السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي اليوم سنبدأ مع بعض أول درس من دروس منهج الفصل الدراسي الثاني وهو خاص بقواعد اللغة واليوم سوف ندرس أول دروس علم الصرف وهو العلم الذي يختص بدراسة بنية الكلمة وشكلها غير علم النحو الذي تم دراسته في الفصل الدراسي الأول. ومن دروس علم الصرف هي المشتقات والمشتقات طبعا هي كلمات مأخوذة من الأفعال لتدل على معنى معين وأول دروس المشتقات التي سوف يتم دراستها في هذا الفصل الدراسي هو درس اسم الفاعل والآن سنبدأ بتعريف الدرس الأول الذي يسمى اسم الفاعل اسم الفاعل هو مشتق يؤخذ من الفعل المبني للمعلوم للدلالة على من قام بالفعل، أولا تعالوا نفتكر مع بعض يعني إيه الفعل المبني للمعلوم، الفعل المبني للمعلوم هو الفعل الذي إذا وضع في جملة نجد له فاعلا سواء كان الفاعل اسم ظاهر أو ضمير متصل أو ضمير مستتر، هذا الفعل نأخذه ونأخذ منه. الأسماء التي تدل على من قام بالفعل أو على من اتصف بهذا الفعل، وهذا يسمى في اللغة العربية اسم الفاعل، وهذا هو أول درس سوف يتم دراسته في هذا الفصل الدراسي، ونبدأ الحديث عن كيفية صوغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، الفعل الذي إذا جئنا بالماضي يكون ثلاثة أحرف. يقال لصوغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي لابد ان يكون على وزن فاعل بمعنى ان بعض الحرف الاول نزيد حرف الالف اما الحرف الذي ياتي بعد الالف يكون مقصورا فتكون مثل كتب كاتب ولابد من ضروره وضع الكسر بعد الالف حتى لا يشابه الفعل الماضي اللي على وزن فاعل زي جادل وناقش مع العلم أن اسم الفاعل يجوز أن تدخل عليه الألف واللام تبقى الفاعل أو التاء مربوطة للتأنيس الفاعلة وتسنى الفاعلان وتجمع الفاعلون زي كاتب كاتبة كاتبان كاتبون أو الكاتبان والكاتبون ولننظر معا في هذه الأمثلة، المثال الأول الفعل كتب إذا صغناه على وزن فاعل يكون كاتب كما نرى، زدنا بعض حرف الكاف ألف ثم كسرنا حرف التاء، والفعل هذا سالم صحيح سالم، أما إذا نظرنا إلى الصحيح المهموز زي الفعل أخذ هتلاقيه آخذ كان. همز القطع جاء بعدها مد الألف تحولت إلى ألف مد زي كلمة آخذ وآمن وهذا في الصحيح المهموز وفي الفعل الصحيح المضاعف زي الفعل دل نجد أن القاعدة حرس بها تغيير بسيط وهو كل ما فعلناه أن أضفنا حرف الألف بعد الحرف الأول ولم نقوم بعملية الكسر فدل تبقى د كثيرا ما تاتي في الامتحان مثل جمله الدال على الخير كفاعله وهذه امثله على الفعل الثلاثي الصحيح عندما يصاغ على وزن فاعل اما اذا كان الفعل ثلاثيا معتل مثل وهب معتل الاول نجد انه ياتي على وزن فاعل بزياده الالف وكسر ما بعد الالف مثل واهب وهذه بسيطة أما إذا كان أجوف معتل الوسط مثل الفعل سالة تقول القاعدة بأننا بعد أن نزيد ألف فاعل نحول حرف العلة إلى همزة مقصورة فتكون همزة على نبرة فسالة تكون سائل زدنا الألف والألف العلة قلب إلى همزة وهذا يأتي في مثال مثلا دخل المعلم سائلا تلاميذه فكان الجواب سائلا كالماء سائلا الأولى من الفعل سأل الصحيح مهموز الوسط أما سائلنا الثانية من الفعل سال المعتل أجوف أما الفعل الأخير هو الناقص سعى يكون منه اسم الفاعل على وزن فاعن بحذف الحرف الأخير فتبقى الكلمة ساعن. وهنا تحذف الياء في حالتين فقط إذا كانت الكلمة نكرة في حالة الرفع أو في حالة الجر أما إن كانت نكرة في حالة النصب تكون ساعيا وإذا كانت معرفة بالألف واللام تكون الساعي أو إذا كانت معرفة بالإضافة تكون ساعي المدينة وبذلك لأنها تكون اسما منقوصا. تحذف منه الياء إذا كان نكرة في حالتي الرفع والجر فقط وتظهر في حالة النصب فالياء تقبل علامة النصب ولا تقبل علامتي الرفع والجر أما في حالة صوغ اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي سواء كان رباعيا أم خماسيا أم سداسيا فنحن نأتي بصيغة المضارع ثم نبدأ الحرف المضارع الذي يكون في الأول بميما مضمومة ونكسر حرف الحرف قبل الآخر إذا هي دائما مبدوءة بالميم المضمومة وغالبا تختم بحرف قبل الآخر يكون مقصورا مثل الفعل إجتمع المضارع منه يجتمع وعند إبدال الميم مضمومة تبقى مج بكسر حرف الميم. ننظر إلى فعل انتصر عند صوغ المضارع منه يكون ينتصر نبدل حرف الياء بميم مضمومة ونخسر ما قبل آخر فيتكون الكلمة منتصر الفعل الآخر تعدى الفعل المضارع منه يتعدى أما إذا صغنا منه اسم فاعل نحول حرف مضارع لميم مضمومة ونقصر ما قبل الآخر مع مراعاة أنه معتل الآخر فيحذف في حرف العلة ويوضع مكانه تنوين العوض الكسرتين فتبقى متعد والفعل الأخير أخرج المضارع منه يخرج وعند إبدال حرف مضارع بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر تكون مخرج وبذلك نكون عرضنا باختصار قاعدة درس اسم الفاعل